احنا كنا بنتكلم على المسألة بتاعت المظلة الحمائية اللي بتقدمها الدولة طول الوقت لمصلحة المواطن. انا هسألك سؤال بكلمك بجد والله، هو انت تتوقع ايه العائد اللي بيجي للدولة من ورا انها تقدم لك مظلة حماية؟ ايه العائد اللي هيجي لأي مؤسسة، وزارة، جهاز، هيئة، من انها توفر لك سلع بأقل سعر ممكن، يعني يكاد يكون تكلفته من حيث الإنتاج والإيد العاملة والتكلفة المتغيرة بتاعته بس؟ قولي مفيش، غير إنه بمنتهى البساطة هي دي الدولة. الدولة شغلتها إيه غير المواطن؟ هنا لازم تشوف إزاي فخامة رئيس الجمهورية طول الوقت يشجع على مثل هذه المبادرات. واحدة من أبرز هذه المبادرات واللي بتقوم أيضا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية كلنا واحد، واحدة من أشهر إن لم تكن الأشهر حقيقي، يعني مبادرة كلنا واحد بتاعت وزارة الداخلية. هنا بقى بص على المبادرة بتتحرك إزاي، ولو صح التعبير برضو بتتطور إزاي. فتيجي مبادرة كلنا واحد تستضيف شباب وبراعم حي الأسمرات. ليه؟ علشان يقضوا معاهم يوم رياضي وترفيهي داخل اتحاد الشرطة الرياضي. المبادرة اسمها ايه؟ كلنا واحد، أي المواطن المصري واحد، لا فرق بين مواطن وآخر بالفلوس ولا بالحي السكني ولا بأي حاجة غير أخلاقه ومبادئه ووطنيته إنتاجيته جوه المجتمع بقدر ما يستطيع أن يقدم. أنا متذكر لما مرة صورنا في الأسمرات وشفت ولد أظنه كان مركز التاني أو التالت على العالم كيك بوكسنج، وقعدت أنا أفكر، قلت هذا الشاب الرائع لو ما كانش نقل للأسمرات وكان فضل في نفس الوضع بتاع زمان إياه، كان هيبقى التالت على العالم أو التاني على العالم كيك بوكسنج، ولا كان هيبقى مصير وحش بعد الشر عن الجميع؟ هرجعك تاني على كلنا واحد، واليوم اللي اتعمل في اتحاد الشرطة لولادنا وشبابنا من حي الأسمرات، خلونا نشوف بعنينا ونقول احنا بلد تهتم بكل مواطن. احنا عايزين اهلنا لما يجوا في الاماكن ديت نساعدهم اكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم اكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجى، يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجى، يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية. النهارده ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطه، جميل جدا وفي حاجات حلوه جدا. بشكر سياده الرئيس على الدعوه ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس بتاع اتحاد الشرطه، واتحاد الشرطه كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميله جدا لما رحنا الاسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصوره جدا في دراستي، وبقيت بروح اماكن جديده. الحياه بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي، مفيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما رحت الاسمرات قدمت ساعتها في النادي،
كل أفكار اللي كانت في دماغي اتغيرت أصلاً. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا وفرحان بصراحة أن أنا موجود، لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة هنا في الأسمرات، في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي، بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكرا للينا ده وده فرصة للحياة، حق الإنسان يا حلم حقه وبناء، ورى العالم كله بجد حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معايا. شكرا للينا ده وده فرصة للحياة، حق الإنسان يا حلم حقه وبناء، ورى العالم كله بجد حقيقي مصر تقدر تبني. بحبكم قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد، عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده. الله معاك كمل ويلا احنا. مش متخيلة ان اليوم هيبقى جميل كده، بجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية، وبحبك يا رئيس. فرحانة جدا ان انا جيت قضيت اليوم ده وموجودة وسط الضابطات والضباط، وفرحانة جدا وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياة اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرة هي الاولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب اهمية يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها. في الهندسة كده مصطلح اسمه بروتوتايب، أي نموذج يصبح بعد ذلك في حال نجاحه قيد التعميم، أو النموذج الأولي يعني، أو الأسمرات دي هي النموذج الأولي بتاعنا، وجاري التعميم مش جاري لسه، هاء هو احنا بدأنا. دي البنات اللي حسن البنا ما بيحبهمش ومش عاوز يشوفهم، ودول الولاد الصغيرين اللي حسن البنا ما بيحبهمش ومش عاوز يشوفهم. الولاد دول بتوع الأسمرات دول كانوا المستهدف الرئيسي بتاع حسن البنا وفرقته غير الناجية، مش عاوزين يشوفوا المنظر ده. عارف يعني ايه ان ولادنا يكبروا بصرف النظر عن الوضع المالي، مش حاجة اسمها وضع اجتماعي بالمناسبة، ده في منظوري يعني، عن الوضع المالي، يكبروا وهم عايشين في عمارة حلوة وشقة حلوة وحواليك جناين والملاعب وقصور الثقافة، زي ما البنوتة اللي كانت راكبة الحصان بتتكلم بتقول بنروح قصور الثقافة ومش عارف ايه وكلام من ده. عارف يعني ايه الولاد ياخدوا بعضهم ويروحوا يقضوا يوم طويل جميل رياضي وترفيهي وضحك وهزار ولعب وجدو كل ده جوه اتحاد الشرطة؟ انت عايز تقولي الولاد دول هيكبروا وينشأوا على ايه غير كل ما هو ايجابي، غير ما
كل ما هو وطني. دي عيالها تكبر فهمة قيمة البلد، وفهمة قيمة أجهزتها ووزاراتها، وفهمة قيمة الجهد اللي بيبذل علشانهم، وفهمة قيمة يعني إيه دولة بتقرب من مواطنيها عشان يبقى الكل واحد، زي اسم المبادرة كده، كلنا واحد. كلنا واحد ده هو الاسم الدال. خدت بالك من كلمة الرئيس في أول التقرير خالص؟ المسألة مش متعلقة بس بإن احنا بنبني بيوت إيه، احنا عاوزين نقرب طول الوقت مع بعض عشان نبقى واحد. هي دي المسألة. الوطن بشرايحه المختلفة يلتحم مع بعضه فيبقى واحد. لما يبقى المجتمع كله واحد استحالة هتشوف منظر هزلي زي اللي بتشوفه في الساحل الشمالي لطبقات بتكره طبقات تانية وتقلل من قيمتها وأهميتها وتقلل من وضعها وتقلل من كفائتها وتقلل طول الوقت حتى من منظومتها الأخلاقية باعتبار إن هم أصحاب الفلوس هم اللي بيفهموا وهم الشياكة، مع إنه مش بالضرورة يكون ده صح تحت أي ظرف من الظروف خالص يعني خالص. وبالمناسبة الطبقة الوسطى هي دائما الطبقة الأكثر حفاظا على العادات والتقاليد الطبيعية داخل المجتمع بالمناسبة، يعني مش الأغنياء خالص. أنا ما عنديش أي كراهية ناحية الأغنياء خالص، لكن عندي احتقار حقيقي للمظاهر البرجوازية، احتقار عميق يعني بالمعنى الحرفي، عميق للمظاهر البرجوازية، لأنه عمر ما كانت الفلوس اللي جايبة العربية أو الفلوس اللي جايبة الشاليه أو الفلوس اللي جايبة الفستان ولا البدلة ولا الفلوس اللي جايبة هي القيمة خالص. هرجع عيد وزيد، القيمة الحقيقية لأي بني آدم هي أخلاقه، معاييره، ومبادئه الأخلاقية والوطنية فقط لا غير. وده اللي بيتم ترسيخه في هذا النشأ من مبادرة زي كلنا واحد، ومبادرات تانية لسه هتكبر وهتتطور أكتر فيصبح المجتمع واحداً.